جهود مميزة تبذلها قوات خفر السواحل في حفظ الأمن البحري ومكافحة جرائم التهريب والقرصنة، وضمن منظومة أمنية متكاملة يعمل رجال خفر السواحل كل في موقعه على حماية المياه الإقليمية من أي انتهاك ورصد الأهداف المعادية بدقة عالية، فضلا عن التعامل المباشر مع جميع الأحداث وفق تكتيك بحري على المستوى. وللمزيد من التفاصيل حول دور الإدارة العامة لخفر السواحل في حماية السواحل وتأمين سلامة مرتاديها، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من قاعدة صباح الأحمد البحرية بمنطقة الفنطاس مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فايز البطي. فايز، ماذا لديك في هذا الجانب وخاصة فيما يتعلق بالصيد الجائر؟ نعم، بالفعل جهود جبارة تبذلها إدارة العامة لخفر السواحل في جميع قطاعاتها من أجل حماية الوطن وحماية المواطنين والمقيمين، بجانب حماية أو منع مكافحة دخول الممنوعات ومكافحة التسلل. تقوم إدارة العامة لخفر السواحل بجهود مميزة من أجل منع الصيد الجائر في جون الكويت وبعض الأماكن الممنوعة، وذلك لما يحتويه ذلك من مخاطر تهدد الأمن الغذائي وتهدد الاقتصاد وأيضا محاذير أمنية. للحديث أكثر بتفاصيل عن دور الإدارة العامة لخفر السواحل ينضم معنا اللواء بحري طلال المونس مدير الإدارة العامة لخفر السواحل. لواء طلال، أرحب بك على الهواء مباشرة من تلفزيون الكويت. بالفعل جهود جبارة تبذلها الإدارة العامة لخفر السواحل في عملية تأمين الكويت من كل ما تحتويه أو تأتي من أخطار، وأيضا هنالك حقيقة جهود جبارة تبذلها الإدارة العامة لخفر السواحل من أجل منع الصيد الجائر. حدثنا لواء طلال عن جهود الإدارة العامة لخفر السواحل. طبعا جهود الإدارة العامة لخفر السواحل مثل ما تفضلت هي حماية المياه الإقليمية من التهريب بأشتى أنواعه ومكافحة التسلل وإسناد الجهات الأخرى في مثل الثروة السمكية وهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة في مكافحة الصيد الجائر خاصة في جون الكويت. الجميع يشاهد التجاوزات، الجميع يرى التجاوزات داخل وعمق المياه الإقليمية الكويتية في جون الكويت تحديدا، وهو المخزون للثروة السمكية للبلاد. هذا التجاوز وهذا ما يقوم فيه سواء من مقيمين أو مواطنين في هذا التجاوز يؤثر على المخزون السمكي ويهدد أمنيا المنشآت الحيوية على ساحل في جون الكويت، ويهدد الاقتصاد من خلال عرقلة مرور السفن المتجهة إلى الموانئ سواء شويخ أو الدوحة، بالإضافة إلى تأثير مباشر على المخزون السمكي للثروة السمكية للبلاد ورفع الأسعار للأسماك في الأسواق. هذا التأثير يعني هناك تعليمات من سيدي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وسيدي سعادة الفريق وكيل وزارة وسيدي وكيل مساعد لشؤون الأمن المنافذ والحدود بالتعامل المباشر وإسناد الجهات المعنية في الحزم في ضبط المخالفين واتخاذ كافة التدابير حتى وإن وصل الأمر إلى تنفيذ قواعد الاشتباك، لأنك أنت اليوم قاعد تتعامل مع شخص يرفض التعاون، عدم الوقوف، تحاول استيقافه في التنبيه، في إضاءة الفليشر، في الطلقات التحذيرية، في الطلقات على المحركات، سنصل إلى إيقافه، لأن أشخاص ملثمين غير معروفين يهددون المنشآت الحيوية، يهددون هذا. احنا رجال أمن ننفذ القانون ايا كان من كان. هناك تعليمات وتوجيهات لجميع رجال خفر السواحل، الجنود المجهولين الان على شاشات الرادار والجنود الموجودين الان في البحر في مراقبة خاصة جون الكويت او غير مناطق جون الكويت. الضبطيات الأخيرة هي اكبر دليل في التعامل والحزم مع الجميع، تنفيذ القانون على الجميع من كبير الى صغير، مواطن أو غير مواطن، عقوبتها جسيمة، المقيم إبعاد
والمواطن تصل في الصلح 1000 دينار، وقد تصل إلى 5000 إلى 50000. أرجو احنا 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 هذول اخواننا سواء مقيمين ومواطنين، نتمنى لهم السلامه، ما نبي نعرضهم الى ما يحمد عقباه في لا قدر الله في انقلاب او حادث تصادم في البحر بسبب الهروب وعدم الوقوف لرجال خفر السواحل. الالتزام وتنفيذ التعليمات والقوانين، لان هناك توجيهات مباشره لرجال خفر السواحل بالتعامل بحزم في هذا الموضوع، وهذا التجاوز الصارخ سميه، لأن اللي يقوم في هذه الأعمال هذا لا مبالي للقانون ولا مبالي لسلطة رجال خفر السواحل ورجال الداخلية. احنا اليوم متواجدين لتنفيذ القانون لمصلحة البلد، لمصلحة أبنائنا، لمصلحة الثروة السمكية، لمصلحة وتهديد منشآتنا الحيوية. بالضبط. نعم، كل الشكر والتقدير للواء بحري طلال المونس على هذه المعلومات والإيضاحات، وأيضا حقيقة لابد الإشادة بالدور الكبير الذي يقومون به رجال خفر السواحل من أجل حماية الكويت وحماية المواطنين والمقيمين. منصور، التعليمات صارمة جدا بشأن المخالفين، نتمنى السلامة للجميع ونتمنى الالتزام بالقوانين. عودة لكم في الاستديو. شكرا للزميل فايز بطي، شكرا لك.